الاستثنائية من حيث عدد الفرق المشاركة، والذي بلغ لأول مرة 22 فرقة إنشادية من 17 ولاية وطنية و15 مديرية خدمات جامعية وسبع جامعات. وكما أن لكل بداية نهاية، ها نحن نقف على عتبة المحطة الختامية للمهرجان الوطني الجامعي للإنشاد والمديح في طبعته السادسة. ولأول مرة تصل نسبة المشاركة في المهرجان الوطني الجامعي للإنشاد والمديح الديني إلى ما يقارب 350 مشارك طالب وطالبة. السيد محافظ المهرجان طلب أن تكون هذه أن يكون هذا النشاط أو الطبعة القادمة إن شاء الله طبعة دولية. إن لم تكن عيني لوجوهكم يا ناس أدرى أحسن صوت نسائي عادت إلى الطالبة إكرام هدى فرقة نسائم الكورنيش مديرية الخدمات الجامعية جيجا. الحمد لله على كل حال حصلت على أفضل صوت نسائي في هذه الطبعة. على فكرة أول مشاركة لي في أدرار، نجد فرحة، يعني شرفت ولايتي وجامعة الجزائر. ندير تحية كامل أعضاء فرقتي، خاصة العازف يعطيه الصحة كان في القمة ما شاء الله. نوجه تحية أيضا للمديرة والإقامة تاعي 19 ماي. إحساس جميل أكيد، لأني أول مرة نتوج بهذا يعني نوصل هذه المحطة، يعني ما شاء الله حصلنا على أفضل جائزة تحكيم، يعني حاجة مليحة وتشرف ولايتنا ولاية جيجل. يعني يعطيهم الصحة كانوا في المستوى ما شاء الله عليهم، وربي يحفظ لجنة التحكيم خاصة إسماعيل يلس. نوجههم كامل تحية، بارك الله فيهم. سمعونا أكبر تحية للقاسمي الذي تحصل على أحسن صوت رجالي وكان مبدعا بتميزه، مبدعا بصوته الجميل. هنيئا لجامعة أبو قاسم سعد الله الجزائر بجائزة أحسن صوت مفرد رجالي في فعالية الطبعة السادسة. هنيئا لفرقة نسمات الجنوب مديرية الخدمات الجامعية أدرار. عضو في فرقة نسمات الجنوب ممثلة عن مديرية الخدمات الجامعية أدرار، الفائزة بالمرتبة الثالثة في هذا المهرجان. نحاول نوجه الشكر، توجه بالشكر إلى كل من وقفوا معنا قبل بداية المنافسة وأثناءها، ونتمنى أن الجمهور يكون راضي علينا، نتمنى أن يكونوا أدينا كل اللي علينا. نحب نوجه الشكر كذلك للمدير الإقامة وكل الطاقم العامل معه في الإقامة، من المدير كما نقولوا العساس، وإن شاء الله يكون هذا يعني كما نقولوا بداية لشيء جميل إن شاء الله مستقبلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله تحصلنا على المرتبة الثالثة بعد ما كنا في المرتبة الثانية العام الماضي، ولكن الخير في المقدرة والله. وكما أهنئ
فرقة شمس الأصيل بالمسيلة على تحصلها على المرتبة الأولى في هذا المهرجان. وشكرا لكل من ساهمك وحضر وحاضر في هذا في إنجاح هذا المهرجان، كما أقدم كل الشكر إلى لجنة التحكيم وقبل العام الجاي إن شاء الله. فرقة روائع البهجة جامعة أبو القاسم سعد الله بالجزائر 2، إذا هي كانت المتوجة بالمرتبة الثانية. رائع البهجة جامعة أبو القاسم سعد الله الجزائر 2. الفائزة بالمرتبة الأولى في المهرجان الوطني للإنشاد والمديح الديني في طبعته السادسة بمديرية الخدمات الجامعية أدرار، الحمد لله. اليوم منا المرتبة الأولى في المهرجان الوطني للإنشاد بمدينة أدرار، ونشكر هذه المدينة المضيافة على الكرم والجود، والحمد لله يعني التعب تاعنا ما راحش باطل، وكنا يعني حضرنا لهذا المهرجان لمدة شهرين وحنا نتعبوا، والحمد لله والحمد لله والحمد لله. تحية يعني لجمهور أدرار، هذا الجمهور الذواق، وكذلك للجنة التحكيم اللي وضعت الثقة هذه إن شاء الله، والوفود اللي حضروا إن شاء الله. كذلك شرفت ونورت هذا المهرجان بالأعمال تاعكم، إن شاء الله مزيد من النجاحات وربي يوفقكم إن شاء الله. وتحية لسكان مدينة أدرار وإلى كل السلطات الولائية وإلى وليد مدينة أدرار إن شاء الله، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله توجنا هذه المرة بالمرتبة الأولى رغم الصعوبات ورغم ما تلقينا من صعوبات، لكن الحمد لله. نشكر أدرار المضيافة كما نقول لها في أي مرة، يعني الشكر لي وفيكم حق سعيكم فكان السعي مشكورا، إن جف حبري عن كتابتكم يكتبكم قلب به صفاء الحب تعبيرا. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم. نشكر مدينة أدرار المضيافة وأهلها، الله يبارك الذواق السميع لهذا الفن الهادف. بارك الله فيكم، نلتقي في مهرجان أخرى إن شاء الله، وشكرا. اليوم شاهدنا اختتام الطبعة السادسة لمهرجان الوطني إنشاد المديح بأدرار، كانت المنافسة على أشدها والحمد لله ربي وفقنا إن شاء الله لجنة التحكيم حتى قيمنا هذه الفرق وقدمنا الثلاث مرات الأولى جائزة لجنة التحكيم. أيضا المستوى في هذه الطبعة كان مستوى قوي، والمشاركة كانت أيضا مشاركة بعدد فرق أكبر، وأنا نقول يعني رأيي الخاص أن هذه الطبعة كانت أفضل الطبعات التي مرت، وخاصة على مستوى الجانب التنظيمي وجانب المستوى. ألف مبروك لأدرار نجاح الطبعة السادسة تنظيما ومشاركة وتعطيرا، فعلا كانت شمعة رائعة أضاءت أدرار مدة 4 أيام كاملة، 22 فرقة، مستوى رائع جدا متقارب للفرق، ما شكل لنا صعوبة كبيرة في حسم المراتب الأولى، والمداولات دامت ساعات وساعات وحسمتها جزئيات صغيرة بين الفرق. نتمنى إن شاء الله أنه المستوى الفني يرتقي أحسن وأحسن في النسخات السابقة القادمة، عفوا، باعتبار أن مهرجان أدرار يتطور طبعة فطبعة، والطبعة التي تأتي خير من التي قبل. دمتم أوفياء لشبكة أقواس، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. راكم تشوفوا في الأجواء الجميلة من ورائي، الأمبيانس، نتسلم على بعضها، فيه من يبكي وفيه من يضحك، هو بكاء تاع فراق فقط، بكاء المحبة ولا ليس غير. المنافسة كانت فعلا فعلا يا حنان يا أختي. هذه المرة المستوى متقارب جدا ومستوى مليح، حتى لا أقول ممتاز، يعني لأن الفن ما قد ما تجتهد تبقى عطشان وتبقى تحوس على المزيد والأفضل طبعا أكيد. مشاركة قياسية 22 ولاية كما تعلمون،
جمهور ذواق أهل أدرار نعرفهم بطيبة دعم استضافتهم. المحافظ مهرجان وكل أعوانه بذلوا كل مجهود باش تكون طبعة سادسة ممتازة يعني ما فيهاش نقاش. النتائج كما كنت نقول كانت يعني قريبة جدا بعضها، حتى عندنا في 0.25 75 الفوارق، وأنا ما شوفش الفوارق في القلوب والفوارق في النوايا الحسنة والفوارق في المحبة، ما كانتش فوارق، بالعكس هذه كانت وحدة واحدة وبينت لنا باللي الجزائر مازالت بخير، شبابنا الجامعي والله مازال بخير ومازال معطاء. إن شاء الله عقوبة الطبعة السابعة، رمضانكم طيب وحنان والفريق اللي معاها أقواس. أتذكر كلمة قلتها لك منذ سنوات، تلمو عجبتني وتلمو لقيتها تليق عليكم، أقواسكم بهية. بعيش والله يعني مستوى الفرق مستوى متقارب، وفيه يعني فيه نلمس جهد وتعب يعني وتحضير الفرق للمادة الفنية المقدمة، وإن شاء الله كلنا فائزون إن شاء الله كلنا فائزون وإن شاء الله مزيد من النجاح. حبي لكم طبع بغير تكلف، والطبع في الإنسان لا يتغير. حبي لأهل أدرار يعني حب منقطع النظير، فإن شاء الله نلتقي في فرص أخرى وفي مناسبات أخرى، وكل تحية والحب والاحترام لكم. كبرنا فوق المال